ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوة نشرح لكم نظام الهيدروبونيك اللي هو الديب ووتر، اللي هو نظام المياه العميقة. المياه العميقة طبعا بالنسبة للنبتة، طبعا هذا النظام يحتوي على، يعني بنقدر نجيب سطل ماء ما تعرف، ويجعل عليه غطاء، ومن ثم نحفر مكان الغطاء لقوارة صغيرة. هذه القوارة الصغيرة طبعا شوي بابا، بس شيل المي، حط المي من هون. نعم طبعا سنضع النبتة في هذا المكان. طبعا سنضع أيضا حجارة التوف، اللي هي حجارة الحجر البركاني، ومن ثم نضيف إليها مضخة مياه. الهدف منها هو الأكسجين فقط، لتصبح المياه يعني مزودة بالأكسجين بشكل كافي إن شاء الله. إن شاء الله نعود. الآن نقوم بعمل شبك على القارورة من أسفل بهذا الشكل، أو نضع شبك جاهز بلاستيكي. طبعا هاي عشان تثبت عليه النبتة، عشان نضع النبتة هنا وتثبت عليه النبتة. بعد هذا نأتي بالتوف. طبعا قبل ذلك نحاول أن نضع النبتة ومن ثم نسنترها ومن ثم نأتي بالتوف. الآن يعني أنا عندي نبتة قرع، يعني نبتة قرع سنترناها أول طبعا في المنتصف، ومن ثم ندير عليها التوف. يلا بابا شوي شوي بس، يلا أيها ندير هون بابا، هون هون يلا راح ندير هناك، هون هون يلا بابا حط هون. طبعا يعني نحاول ان نغطيها بشكل كامل، حتى لو كبرت النبتة تكون قد امسكت بشكل جيد. طبعا الافضل التوف اللي هو الحجر الصخري، ان نأتي به ناعما حتى ترتاح النبتة. بس 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 خلص. طبعا الآن نضع المضخة يا إخوة، مضخة السمك يعني. الآن هي بالوعاء، ونعمل على يعني ثقب للكهرباء وثقب للهواء، حتى أنه الهواء والكهرباء لا يعني لا تؤثر على الغطاء. ثقب جانبي خفيف عن طريق الدريل أو عن طريق مثقاب. هذا هو السلك الكهربائي. الآن بعد إيصاله إلى الكهرباء نجد الهدف منها هذه العملية هو أن يكون هناك أكسجين في الماء، خلط الهواء مع الماء ويصبح هناك نسبة الأكسجين في المياه عالية. طبعا نستطيع فحص هذه النسب عن طريق أجهزة خاصة، ولكن هي إن شاء الله هكذا ناجحة بشكل مجرب يعني إن شاء الله. الآن هنا النبتة، هلا نحط المغذي حتى تستكمل العملية بشكل كامل. الآن نقوم بوضع المغذي. طبعا تلقائيا سيخلط المغذي في الماء، وهكذا يعني هذا إن شاء الله هيك انتهينا من صناعة نظام الديب ووتر. هكذا المادة المغذية موجودة، نستطيع تفقدها بأي وقت، نستطيع التخلص منها عند اللزوم بأي وقت. يعني مبدأها سهل، يعني بتكون أفضل من نظام المواسير إن شاء الله. يعني سأقوم بشكل، يعني نقول هذا الجزء الأول، سنقوم بالتصوير بشكل مستمر بشكل يومي، ولكن سأقوم على يعني أصورها إن شاء الله على شكل أيام. بعد 3 أيام يعني نقول نصور أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بننزلها فيديو بعدين عشان الشغل نكون متتالية حتى تكبر النبتة بشكل كبير جدا، وإن شاء الله تثمر معنا هذه التجربة. إن شاء الله أنا أتوقع بها الخير والنجاح أكثر من الطرق الأخرى
أتوقع أنها ستكون ناجحة بشكل قوي بسبب تفاعل الماء المغذي مع الأكسجين بشكل مباشر ووصولها إلى الجذر بشكل مباشر. ولكن علينا أن لا ننسى شيء إخواني، التيف اللي هو الحجر البركاني ممكن أن يؤذي الساق، فإحنا كل فترة إذا بنتفقد أو بنحاول نوسعه اللي هو الساق. في طريقة أخرى يعني كنت حابب أني أسويها، أن أضع بربيش بلاستيكي في الساق، ولكن أخشى أن الساق يكبر ومن ثم يخنق الساق. يعني البربيش اللي هو تبع التقطير أو المياه التنقيط، ممكن أنك تحطه في النبتة وتكبر بشكل سهل أو غير ضار، يعني غير ضار، يعني الجذر أو الساق لا يضر. الجذر ممكن أنك تغطسه في الماء، ولكن الأفضل أن يكون بهذا الشكل. على كل حال، أنا أحببت أن، عشان إن شاء الله ما نتوهش الإخوان، حببت أن أصور هذا البربيش اللي هو تبع المياه التنقيط، أن أستقطع منه تقريبا 15 سم 10 سم، ومن ثم نضع النبتة به بهذا الشكل، ومن ثم نغرزها في، طبعا نوسع لها في بابا يعني نوسع لها في التوف، وهكذا حتى أفضل، يعني حتى يعني الإشكالية قد تواجهنا في التخلص منه عندما تكبر النبتة، ولكن أتوقع إن شاء الله لن يكون هناك ضرر إن شاء الله. الآن نعيد التوف. هذا عندنا يسمى توف، هو حجر بركاني يذهبون به إلى الكسارات، أو حجر يستخدمونه في الحمامات لتنظيف الأقدام من الجلد الزائد، هو معروف يعني لدى الجميع. هكذا ثبتت النبتة بشكل أفضل. وسنراقب، نعمل على مراقبتها نظرة سريعة. الآن أكسجين، مضخة طبعا تولد أكسجين للماء للمحتويات، طبعا الوعاء غطاء النبتة، ونأخذ يعني الوعاء الذي نضع فيه الحجر، حجار التوف. وشكرا جزيلا لكم.